المطلوب منا الآن أن نجد العبارة الأكبر 5 تربيع زائد 3 القوة 5 أو 3 القوة 5 الكل تربيع. لنبدأ إذن بحلها، لنحل أول عبارة هنا 5 تربيع زائد 3 للقوة 5 للقوة 5. إذن ما ناتج 5 تربيع؟ هنا 5 تربيع تعادل 5 ضرب 5 ويساوي 25، إذا الناتج هذا هو 25. وما ناتج 3 للقوة 5؟ حسنا، 3 للقوة 5 يساوي 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. وكم سيكون الناتج؟ 3 ضرب 3 9، 9 ضرب 3 27، 27 ضرب 3 81، 81 ضرب 3 يساوي 243. إذن 243، إذن هذه المسألة تعادل 25 زائد 243 ويساوي، يمكننا حسابها ذهنيا، 268. هذا هو ناتج أول عبارة. لنرى الآن ما هو ناتج 3 للقوة 5 الكل تربيع. 3 للقوة 5 الكل تربيع، حسنا، لقد قمنا بالفعل بإيجاد ناتج 3 للقوة 5. 3 للقوة 5 يساوي 243، إذن هذه العبارة تساوي 243 مرفوع للقوة 2 أو تربيع، وهذا يساوي 243 تربيع. الآن مطلوب منا أن نعرف أي عبارة هي الأكبر، ولدينا بالفعل شعور جيد. ناتج أول عبارة هو 268، وناتج ثاني عبارة أقل بقليل من 268، لكن سيكون مربع هذا العدد. لدينا 243 ضرب 243، وربما أنك تقدر أن الناتج سيكون أكبر بكثير من 268، ويمكن بالفعل أن تقول هنا أن هذا عدد أكبر بكثير من ذلك. نحن حتى نعرف أن العدد الدقيق، لكن إذا كان المطلوب أن نعرف فستكون بلا شك، أو إذا كنت تود من باب الفضول أن تعرف ما هذا العدد فيمكن أن تحلها. إذا قمنا بإيجاد حاصل 243 ضرب 243، 3 ضرب 3 9، 3 ضرب 4 12 باليد 1، 3 ضرب 2 يساوي 6، زائد 1 يساوي 7، نضع الصفر هنا، 4 ضرب 3 يساوي 12. دعوني أقوم بهذا بلون مختلف حتى لا نرتبك. 4 ضرب 3 يساوي 12، 4 ضرب 4 يساوي 16، زائد 1 يساوي 17، نضع 1 هنا، 4 ضرب 2 يساوي 8، زائد 1 يساوي 9. لنقوم الآن بحل الصف الأخير هنا، لدينا 2، نضع صفران هنا، 2 ضرب 3 يساوي 6، 2 ضرب 4 يساوي 8، و 2 ضرب 2 يساوي 4. لنقوم إذن بجمع كل القيم، فعلى ماذا نحصل؟ نحصل على 9 هنا، 2 زائد 2 يساوي 4، 7 زائد 7 يساوي 14، زائد 6 يساوي 20، 2 زائد 9 يساوي 11، زائد 8 يساوي 19، و 1 زائد 4 يساوي 5. إذا نحصل على 59,049، وهو بلا شك أكبر من 268. ناتجنا إذن 59,049.